في زمن قديم كانت هناك شجرة تفاح ضخمة وصبي صغير يحب أن يأتيها ويلعب حولها كل يوم. كان يحب الشجرة والشجرة محبوبا للأب معه. بمرور الوقت الصبي الصغير قد صار كبيرا. في يوم واحد جاء الصبي إلى الشجرة وبدأ حزينا. هيا نلعب معا. ولكن ليس لدي مال، ولكن يمكنك أن تأخذ التفاح الذي لدي وتبيعها لشراء لعب. وكان الصبي متحمسا لذلك، قطف كل التفاح في الشجرة وتركها، ولم يجيء مرة أخرى لوقت ما، إن الشجرة كانت حزينة. يوم واحد عاد الصبي الذي تحول الآن إلى رجل، وكانت الشجرة سعيدة. هيا نلعب معا. ليس لدي بيت، ولكن يمكنك أن تأخذ جميع أرضي وتبنى بها المنزل. ثم قطع الرجل جميع فروع الشجرة وتركها. الشجرة مسرورة بسبب سرور الرجل، ولكن الرجل لم يعد لوقت ما. عاد الرجل أحد أيام الصيف الحارة، وكانت الشجرة مسرورة. آسف يا هيا نلعب معا. خذ جزء لبناء مركب، يمكنك أن تسافر به بعيدا وتكون سعيدا. ثم قطع الرجل جزء الشجرة ويبني مركبا به، وذهب للسفر ولم يرجع لفترة طويلة. وأخيرا عاد الرجل بعد سنوات عديدة. آسف يا ابني، ليس لدي أي شيء لإعطائك، لا تفاح لك بعد الآن. ما عندي جزء لتسلق. والله ما عندي شيء، الشيء الوحيد الذي لدي الآن هو جزور ميتة بلدي. طيب طيب، استند إلى جزوري فرحا وسعيدا.